وزن مثالي، ازاي انا اوصل لوزن كويس، ايه الطريقه الصحيحه بقى؟ يعني قولي لنا الطرق المظبوطه. نتكلم بقى في ده بالتفصيل. انا خلينا نبداها من اول الحاجات البسيطه جدا. أيوة. اللي احنا بنشوفها بسيطه لدرجه ان احنا ما بنعملهاش، انت متخيله دي ده؟ مهمة. يعني انت دلوقتي كل الفنانين والنجوم بيطلعوا في التلفزيون يقولك سر جمالك ايه؟ بشرب ميه. بغض النظر هي عامله كل حاجه في الدنيا خليتها اموره، وانا مش ضد طالما هي خلاص اموره فاهمه قصدي؟ صح طبعا. بس انا مع يعني ناخد الصوره كامله. صحيح. هو عامل مش قليل يعني طبعا، عامل مهم جدا. ليه بقى؟ لان الميه دي انا دايما بقول تشبيه بسيط جدا. الميه هي البنزين اللي بيمشي العربيه وبيحركها حرفيا. يعني انت 70% من جسمنا ميه يا دكتور. هو ده بقول لك. فانت تخيلي لما عربيتك لو نسيتي تحطي بنزين هتعمل فيكي ايه؟ مش هتمشي. بس للاسف دي حاجه احنا الانسان اللي صنعها اقل تعقيدا سبحان الله من الخلقه الجميله اللي ربنا عملها في جسمنا. صحيح. والميكانيزم اللي بتشتغل فيه كل خليه، مش هقول لك كل عضو، كل خليه سبحان الله. فهو العربيه بتديكي مؤشر انا يا جماعه في خطر، البنزين هيعلى. صحيح. لما بتاثري فيها بتقف. صح. جسمك للاسف جسمنا ما بيقفش، جسمنا بيقعد يحصل فيه خلل والتاني والتالت ويترتب مشاكل لحد ما لا قدر الله تحصل مشكله كبيره. يعني في مشاكل قصيره بتبان قريب، في مشاكل بتبان بعد 10 سنين و20 سنه، خلل في الكلى، مشاكل في الكبد، مشاكل اللي ثلاث ارباع الناس دلوقتي بتجيلي العياده تقولها لي يا دكتوره انت اكيد كلمه بتسمعيها من اي حد عندك في البيت وقرايبك ولادك، انا ما بقتش بحرق. يا تلاقي شاب 25 سنه، يعني سن الازدهار في الحرق يا صحيح. جماعه ده احنا ما كنا 25 سنه صحيح. كنا بنحرق اي حاجه الهواء يعني فاهمه. فانت دلوقتي حد جسمك في احسن وقت حرق. طب ليه بشايفه ان انت ما عندكيش حرق؟ عشان حاجه بسيطه جدا تخيلي، وهي عدم شرب الميه اللي هي بتوصل كل حاجه لمكانها المظبوط في الخليه، وبتخلي الخليه اللي هي دورها الاساسي تحرق الدهون الزايده وتخزن فيتامينات ومعادن ما تشتغلش. فوقفتي تمام. دور كبير جدا انت مش مدركه. هي العربيه وقفت فعلا بس انت مش شايفه اللي حصل. طب هسال هنا بقى حاجه يا دكتور.